بسم الله الرحمن الرحيم. حمص قلعة الحصن 6/11/2012. آثار القصف العشوائي التي تعرضت له المدينة مساء أمس. الله أكبر الله أكبر. دمارها 2000 منازل. الله أكبر. ومعنا الآن أحد مواطنين من أصحاب هذا المنزل، سوف يشرح لنا كيف سقطت هذه القذيفة على هذا المنزل. تفضل أخي. شاهد يا أخي، هاي الضربة اجتنا امبارح بالليل ب 6/11/2012. اجتنا امبارح بالليل هاي الضربة. هذا البيت كان قاعد فيه هون 12 نفس. ولكن والحمد لله بفضل رب العالمين، بفضل سيدنا محمد ورب العالمين، الأشخاص اللي كانوا بهذا البيت ولا واحد اتأذى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامة يا أخي. الله يسلمك. وهذا الضرب عم يجينا نحن، هي هون عندنا نحن قلعة الحصن، مدينة قلعة الحصن. هذه الضربة عم تجينا من عناتها. عناتها من قرى موالية للنظام. بالضبط. كل شيء عم يحب النظام عم يضربنا نحن. حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر يا اخي الى هذه الدمار. انظر يا اخي، والله عيب، والله حرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حرام، والله حرام. حسبنا الله. بني ادم بينضرب قذيفة الدبابة. حسبنا الله ونعم الوكيل.